waxaan rabnaa inaan wax yar dhexgelino tafsiirka, maadaama ay qur-aan akhrisay gabar sidoo kale iyadana noo yani tafsiiri doonto ama noo fasiri doonto aayadihii loo akhrinayo aayado ka mid ah. Marka waxaan ku soo dhaweynaynaa nastaaxa cumar oo inoo yani tafsiir noo akhrin doonto insha allah. بسم الله وبعد سورة الفاتحة وسورة مكية وحيك كوابن تعتضو آيات سميت سورة الفاتحة لافتتاح كتاب الله بها سميت وحالو مرعابي سورة الفاتحة لافتتاح كتاب الله بها محايا لكتاب القرآن كثيم كمرك لفر أيضا وغريسو وتسمى أيضا صدق وحالو مرعابا أم القرآن لاجتماعها على موضوعاته كل أنسى شدع كل أنسى تيم مواضيع القرآن كوكهد الله صدى توحيدك عبادتك قصصك يوحي لمدة وهي أعظم سورة في القرآن وسورة القرآن كوهوين وهي سبع المثانية وتضبع إتصال على وتصال. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما علمك بلا أبدأ قراءة القرآن قرآنك أنا أخرنا مستعينا به تعالى أنا كلمي صنع متبركا بذكر اسمي أنا وبركي صنع حسكي سيا شيء قديسة وقد تضمنت البسملة بسنك وحي كل انصتي ثلاثة من أسماء الله الحسنى سدح مغاعظة مغاعها الله كمدة كو الله أي معبود بحق الله حق المعبد وهو أخص من أسماء الله تعالى وقوى الصغر وخاصة مغاعظة ولا يسمى به غير سبحانه لحك صارنا اللغم العابي كريم الرحمن كين حريص تقودنا حريصنا قال مسلم حريصنا الرحيم كين حريص تقار آندنا حريصنا فهو أرحم برحمته من شاء من خلقه ومنهم المؤمنون من عباده. الحمد لله رب العالمين الحمد مهذا لله ألا أسقناته إذ سببته كمستيستي هو رب كل شيء أصغى الشيء والبرب وخالق وعفوره ومدبره ومعمله العالم رب العالمين رب قومك العالمين حالك ذا جمع عالم عالمك جمع لقدك وهم كل ما سوى الله تعالى إيه لك صورة يا عالم الرحمن الرحيم ثناء على الله أمان وأن على الله ألدش سياتي تعالى أسري بعد همدي ما هد نقص كبعد في الآية السابقة آيتي هرسي مالك يوم الدين مالك بقر كيوم الدين ما لنت أبا المرنت تنحيد وهذا أن لله على سجناتي تعالى أسري بأنه محايل المالك وبقر لكل ما في يوم القيامة إلا ما أنت قيام وحد عدونا إسكالي حيث وقتي لا تملك أن هنين نفس النف لنفس النف لنفس شيئا نفك له فيوم الدين القضاء يوم الجزاء والحساب ما أنت أبا المرنت يا حسابتا إياك نعبد وإياك نستعين إياك كليا نعبدك عبدنا وإياك كليا نستعينك كالمهدي سننا نخصك رحمك وخاصينا وحدك كليا بأنواع العبادة عبادتنا عاشد إي والضاعة ضاعتنا عاشد فلا نشرك عن كل شريك يلين معك غيرك وحكا سهرة وإياك نستعين ومنك وحدك نطلب العون ومنك وحدك كليا نطلب العون وكالمية جلسنينا في كل شؤوننا عرمينا ودان فبيدك رحاء هذاك أنت الخير كله قال لما أنتس ولا معين سواك اهدنا الصراط المستقيم اهدنا على نغانوني الصراط المستقيم وضغط تصنات أيضا معنا ذرحا دلنا الله نتسي إلى صراط المستقيم وضغط تصنات واسلك بنا فيه الله نرعسي وثبتنا عليه الله نغسك وزدنا هدى هنونك ننازي هذه والصراط المستقيم وضي تصنيف هو الطريق وضي الواضح عدد الذي تعصوه لا عواج فيه أن قلقنا لهن وهو الإسلام وإسلامك الذي تعصوه أرسل الله على نصدر محمد صلى الله عليه وسلم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط وضي الذي كوي
أنعمت أظن أمسي عليهم دشاد من عليهم دشاد غير المقدوب على أن كوى عرطي عليهم دشاد يولى الضالين كوى أظلمسي أيضا معنى هذا صراط الذين كوي أنعمت أظن أمسي عليهم دشاد من عبادك أضمضى بهدايتي ما أذكر نفسي كالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المقبوب أن أنكوا عبارتي عليهم دشا الذين كواسوا عرفوا الحق حق قرطي ولم يتبعوها أنواع كاليهود سيد يهود وغير طريق الضالين كوا أظلم سيئانهم عن الحق حق هذا كل مسي الذين كواسوا لم يهتدوا إليه أن أذن هنون تفريضهم إعقابيا حق قرطي هذا غلمسي في طلب الحق حقه والاهتداء إليه كالمصاري سيد المصاب.